عادات رمضانية عديدة يحافظ عليها البحرينيون الخليجيون بشكل عام في شهر رمضان المبارك، ومن هذه العادات الغبقة الرمضانية التي تعزز الترابط والتواصل الاجتماعي. الغبقة هي إحدى العادات الرمضانية التي يجتمع على موائدها الأهل والأصدقاء لتبادل الأحاديث وتذوق أشهى المأكولات في وجبة مميزة بين الإفطار والسحور. عادة مميزة لم تنقطع رغم مرور الزمن، فبعد صلاة التراويح يجتمع الأهل والأصدقاء على موائد الغبقة في جو مملوء بالحب تعزيزا للتعارف والترابط الاجتماعي. هذه الموائد المميزة بقيت كتقليد تراثي رغم تأثير الحداثة التي طرأت عليها، فمن المنازل انتقلت الغبقات إلى الفنادق، ولكن التجربة لازالت بنفس الطعم والطابع. والله أشوف الأجواء إنه وايد حلوة الصراحة، ووايد أستانس لما أروح غبقات وأشياء تشيفايات حق رمضان. صراحة أفضل الغبقات لما أكون طالعة برا على البيت. والله هو كل واحد يعني يتميز في شيء. الغبقات اللي برا على البيت إنها تحسين نفسك طالعة أول شيء، والغبقات اللي برا على البيت أحلى طبعاً. الغبقات اللي داخل البيت تشوفين أهلك ناس تعرفينهم، بس بعد تستمتعين معاهم بالشيء اللي معتادين عليه كل سنة. اما في الطلعات لا، نشوفين اشياء جديده، ناس جديده، فعاليات جديده. اجواء حلوه كثير، وفعلا اجواء فيها دفء رمضان وفيها الجو الحميمي، فحلو كاول مره اني احضر غبقه. اخذت فكره كثير حلوه وان شاء الله بكررها. المأكولات التراثية تعتبر من أشهر الأطباق في الغبقة، فمع تنوع القائمة التي تضم مأكولات من شتى أرجاء العالم، إلا أن هذه الموائد تحافظ على تسيد الأكل التراثي في كل مرة. وكل موجود عندنا بوفيه بيتنوع من كل الأكلات البحرينية والأسيوية والإيطالية. الأكلات بالغبقة بتكون اللايف ستيشن، الناس بتوجه عليه أكثر من البوفيه والسلطات طبعا. عندنا التنوع في المينيو، ما يعني بين الافطار والغبقه في تنوع كبير في المينيو. غير السنوات الماضيه يعني في اقبال كبير على الغبقه والفطور، بالاخص الغبقه. اجواء تراثيه اينما التفت، فاللباس التقليدي والطابع التراثي مهم في الغبقه التي رغم اختلافها بين الماضي والحاضر إلا أنها تؤكد مكانتها في كل عام، على أنها تجمع مهم يحرص الجميع على حضوره، وموروث شعبي مستمر في هذا الشهر الفضيل. في هذا الشهر الفضيل تجتمع الأسرة والأصدقاء على الغبقة، هذه الوجبة الرمضانية التي لا تقام في سائر أشهر السنة. منهم من حافظ على أصالتها ومنهم من طورها، ولكن لا تزال تحافظ على هدفها الأسمى، وهو جمع الأحباب والأصدقاء لتبادل الأحاديث وتناول أشهى المأكولات في لقاء سمر رمضاني مفعم بالحب. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.